دابا جبرتونا في هذا المقطع هذا في اللوفر. كتعرفوا اللوفر هو واحد المتحف اللي معروف بزاف في فرنسا. هذا هو المقطع ديالو. بالحق اذا جينا نشوفو هنايا غنوريكم واحد السيد معايا. الناس كتجي للوفر وكتصور. بالحق هاد السيد هذا مسكين يا الغالب الله. شوفوا عباد الله شوفوا هاد خان هذا فين جالس. لا حول ولا قوة الا بالله. بارك الله فيك. الساعية حتى في وسط باريس. ها انا الساعية بأورو ماشي بحال كتساعد بأورو سينا. طبعا. المهم كما كتشوفوا كنصفر حتى كريدي كارد ماشي مشكل. المهم كما كتشوفوا هذا اللوفر. متحف ديال اللوفر. و أدخانا معكاز ما بغاش يكمل الخلفه. يا ما عندك ما تعمل وانا صابر. انا صابر ما عندي ما نعمل. يا المهم السلام عليكم من بعد تهلاو.